في مثل هذا اليوم غاب عن دنيانا من نادى بالوحدة العربية والعدالة الاجتماعية، آخر من أطلقت عليه الجماهير الزعيم الخالد، إنه الرئيس جمال عبد الناصر. ولد عبد الناصر في 15 من يناير عام 1918 بالأسكندرية، والتحق بالكلية الحربية في مارس عام 1937. تم تعيينه ضابطا برتبة ملازم ثاني بالكتيبة الثالثة مشاة، وشارك في حرب فلسطين والتي كانت الهزيمة بها دافعا له لتكوين ما عرف فيما بعد بتنظيم الضباط الأحرار، والذي كان النواة الرئيسية لقيام الثورة 23 من يوليو، والتي تمكنت من إزاحة الملك فاروق عن العرش لتبدأ حقبة جديدة في تاريخ مصر. وفي عام 1954 تولى عبد الناصر رئاسة الوزراء ورئاسة مجلس قيادة الثورة، إلى أن أصبح رئيسا للجمهورية عام 1956 باستفتاء شعبي. أدت سياسات عبد الناصر إلى توتر العلاقات مع القوى الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي على إثرها تم رفض تمويل بناء السد العالي، مما دفع عبد الناصر لتأميم قناة السويس عام 1956 لتمويل بناء السد. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس. لم يرضى الغرب عن قرار التأميم، وقامت فرنسا وبريطانيا وإسرائيل بالعدوان على مصر فيما عرف بالعدوان الثلاثي، ولكنهم تراجعوا وسط ضغوط دولية، وخرج عبد الناصر منتصرا. نمت شعبية عبد الناصر في المنطقة وتزايدت الدعوات للوحدة تحت قيادته، وهي الوحدة التي تحققت مع سوريا عام 1958. دولة جديدة تنبعث في قلبه، لقد قامت دولة كبرى في هذا الشرق، ليست دخيلة فيه ولا غاصبة، ليست عادية عليه ولا مستعدية. وفي عام 1961 حدث الانفصال المصري السوري، وبعدها بدأ عبد الناصر في القيام بعدة إصلاحات وإنشاء العديد من المشروعات للنهوض بمصر، لكن المؤامرات كانت تجرى على قدم وثاق لوأد الدولة الوليدة التي كانت مستعدة للنهوض بالشرق الأوسط. ففي يونيو عام 1967 بدأت إسرائيل عدوانها على مصر فيما عرف بنكسة 67، وتنحى عبد الناصر عن منصبه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. ابقى فأنت السد الواقي لمنى الشعب، ابقى فأنت حبيب الشعب، حبيب الشعب. ولأول مرة في التاريخ تخرج الجماهير لتعيد قائدا مهزوما إلى منصبه، ونزل عبد الناصر على رغبة الشعب ليبدأ في الإعداد لمعركة التحرير. وفي عام 1970 تعرض عبد الناصر لنوبة قلبية توفى على إثرها. فقدت الجمهورية العربية المتحدة، وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، والرئيس جمال. وفي جنازة شعبية مهيبة خرج الملايين من أبناء مصر لتشيع عبد الناصر لمثواه الأخير،
في إشارة منهم أنهم فقدوا زعيما ومعلما قلما يجود الزمان بمثله.